تحياتي لحضرتك سيادة السفير، سفير رخا أهلا أحمد حسن، تحياتي لحضرتك يا فندم. الله يخليك، أهلا وسهلا. دلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت يا فندم؟ في الحقيقة هو توقيت مهم، لأن القضايا العربية كلها دخلت في دوامات عميقة، فزيارة الملك عبد الله دي زيارة في غاية الأهمية من عدة نواحي. الناحية الأولى إن هو زار واشنطن والتقى بالرئيس الأمريكي ترامب وتشاور معه بشأن قضايا الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية، باعتبار إن دي بتمس مباشرة الأردن وأيضا بتهم العالم العربي. فهنا الكلام اللي قيل بعد كده في المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس ترامب في عن الدولة الفلسطينية، كلام مثير للالتباس وبيثير نوع من الشكوك حول السياسة الأمريكية وعدم وضوح. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي متوقع أن يزور واشنطن الشهر القادم، أيضا متوقع في القمة العربية في نهاية مارس القادم، في 29 مارس. فلا بد من الاستعداد، الدول الرئيسية القريبة من القضية الفلسطينية، ما هو مصير الدولة الفلسطينية؟ والآن الأمريكا بتتحدث أن في دولة واحدة، هل ستضم إسرائيل الضفة الغربية معنا الدولة الوحيدة؟ ما هو عفوا للمقاطعة سيادة السفير، يعني كيف قرأت يعني تصريحات نتنياهو ولقاء الرئيس ترامب بنتنياهو والكثير من التصريحات اللي أربكت الموقف العربي والدول العربية؟ هو هذه التصريحات عاوزة رد فعل عربي، لأن ملاحظ إلى الآن ما عدا الجانب الفلسطيني هناك صمت عربي، هناك في طب عفوا للمقاطعة معالي السفير، يعني اتكلم كيف قرأت لقاء ترامب مع نتنياهو؟ ترامب مع نتنياهو، يعني هو نتنياهو دايما بيعتبر ان هو يعني تربى في امريكا ويفهم العقلية الامريكية تماما، فكان رايح مع يعني قائمة مطالب عاوز يطلب من الإدارة الامريكية تأيد ضم الجولان السورية الى اسرائيل، والموافقة على ما أصدره الكنيسة الإسرائيلي من تقنين المستوطنات، وأيضا البحث مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. نقل السفارة ده يعني حتى في إسرائيليين مش متحمسين له، باعتبار أن العنف اللي بيسود المنطقة ربما ينقلب على إسرائيل، فبالتالي يقولوا ليس التوقيت مناسبا. فلذلك لم يشر إلى قضية القدس في المؤتمر الصحفي بين الطرفين، وأمريكا قالت أنها بصراحة مسألة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، وده اللي كان متبنيه الحزب الجمهوري في عهد الرئيس بوش الابن وفقا لخارطة الطريق. ده كان رد الفعل الأوروبي رافض تماما، سواء على لسان الدول الأوروبية فرادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أو الدول الأوروبية مجتمعة على لسان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، قالوا ما زلنا نتمسك إن بحل الدولتين، إسرائيل دولة قائمة من 48، يبقى يبقى الدولة الفلسطينية فهذا هو الحل وعاصمتها القدس الشرقية. فهنا إحنا الدول العربية بقى علينا الدور، علينا ان احنا نبتدي نبلور موقف بحيث يصدر قرار في القمة القادمة يكون قرار عربي قوي. ماذا سنفعل اذا صارت الولايات المتحدة الامريكية في عهد الرئيس ترامب في موضوع الدولة الواحدة؟ الدولة الواحدة يعني ضم الضفة الغربية لإسرائيل، بعدين مسألة يهودية الدولة، يهودية الدولة يعني انها تستطيع بعد فترة كل من ليس يهوديا يعتبر غريبا. فهنا في قضايا شائكة لابد ان احنا نبتدي نبحثها. ايضا مسألة الازمة السورية، الازمة السورية حصل في نوع من التراجع الامريكي انعكس على حلفاء الولايات المتحدة الامريكية وتأييدهم للجماعات المتحارب ضد النظام السوري، بعد ما كان هدأ الموقف وبدأ هدأ القتال، الان اشتعل بالذات بتدخل تركيا في شمال سوريا. ده برضو بينعكس على الأردن، مزيد من اللاجئين، مزيد من التوتر، مزيد من الاضطراب، هروب داعش أين ستهرب؟ فهنا دي قضية أخرى، النهاردة داعش دي بالألاف، فأين سيهرب هؤلاء المقاتلون؟ هل سيعودون إلى بلادهم؟ شفنا انقسام في تونس، تونس
لان في عدد كبير من التونسيين موجودين في داعش رافضين ان هم يعودوا، بيقولوا لا ما يرجعوش، ناس بيقولوا لا ده دول اهالينا نرجعهم ونعيد. فالمهم يعني فدي قضيه من القضايا المهمه جدا ستناقش. ايضا الموقف مع ايران، النهارده ايران بتتهم بان هي دوله راعيه للارهاب، ففي اسئله بتطرح هل تأييدها لحزب الله يعتبر تأييد للارهاب وحزب الله مشارك في الحياه السياسيه، له 12 عضو في البرلمان ووزيرين في الحكومه اللبنانيه، فكيف يعني ان احنا نقول انها بتأيد منظمه ارهابيه؟ الموقف في اليمن لا يمكن ان يستمر على الحرب اللي قيل انها 3 شهور، فايضا ده لابد الاستعداد للقمه العربية القادمة، لأن الأردن يتحمل عبء أن هيطلع بيان الأردن من الأردن نفسه، فنرجو أن ما يكونش زي بيان نواكشوط اللي صدر في العام الماضي، لأن احنا في مرحلة حرجة جدا. الأزمة الليبية على سبيل المثال النهارده حصل فيه تقدم كبير جدا بالاجتماع الثلاثي بالأمس في تونس، فأيضا يحيط الرئيس السيسي الملك عبد الله بالنتائج اللي اتى بها وزير خارجيه سامح شكري، على اساس ان في الفكره اللي طرحها الرئيس التونسي بعقد قمه ثلاثيه للدول العربيه الثلاث المجاوره لليبيا، لان في اختلاف على الجماعات الاسلاميه وبالذات جماعه الاخوان المسلمين. تونس والجزائر يرون انها ضروري ان تشارك كطرف رئيسي لانها جزء من الحياه السياسيه في ليبيا. مصر لها راي مختلف بحكم يعني موقفها من الجماعة. فهنا البيان اللي طلع بيقول مشاركة جميع الأطراف الليبية على مائدة مستديرة دون إقصاء. كلمة دون إقصاء بتعني أن تم التوصل إلى اقتراب بأن ما نقصش أحد في ليبيا. فهنا ده برضو قضية مهمة. أيضا الانقسام الفلسطيني. الانقسام الفلسطيني والموقف في فتح بالذات. هي كثير من الملفات والازمات موجوده في الشرق الاوسط، ويمكن الاداره الامريكيه دلوقتي وارائها طبعا اكيد بترمي بظلالها على مشاكل وتؤثر على مشاكل الشرق الاوسط، بس يعني القمه العربيه دي، يعني هذا التشرذم العربي، هل يعني القمه العربيه دي ممكن انها توصل الى التواصل العربي او الاندماج العربي بين الدول العربيه والتوافق، ممكن انها يعني ترجع الدول العربيه تاني تتماسك وتتحد؟ اعتقد اذا شرطيه، يعني اذا ادركت الدول اللي يعني بتثير المشاكل في العالم العربي ان الخطر يتهدد الجميع، ان الهدف الاساسي منذ غزو العراق هو تفتيت الدول العربيه وهدم الدوله الوطنيه واثاره الفوضى والنعرات الطائفيه والدينيه. إذا أدركنا كدول عربية في فرادة وفي مجتمعين هذه الحقيقة، وإن إحنا الأحرى بنا إن إحنا نتنافس مع القوى الإقليمية من خلال التنافس وليس من خلال الاحتراب. معالي السفير برضو عفوا للمقاطعة، يعني برضو خبر، يعني تسريب خبر زي امبارح اللي هي الجريدة الإسرائيلية اللي سربت ان في كان لقاء ما بين الرئيس السيسي وايضا عاهل الملك عبد الله عاهل الأردن ونتنياهو، تسريب هذا الخبر في هذا التوقيت ما دلالته؟ دلالته ان هو إثارة نوع من الارتياب والشكوك، لان هو يعني طالما تم الاتفاق على ان الاجتماع يكون سريا، ويعني انا يعني شخصيا لست ادري لما كان سريا، ولكن فعلى اي حال هناك يعني حقوق للرؤساء يقدروا ان هم يجتمعوا سريا، طالما تم الاتفاق على هذا فلما يجي طرف ويسربه فده هو قاصدا ان يثير مزيد من التساؤلات ومزيد من الانقسام والفرقه، خاصه ان ما كانش حاضره الطرف الفلسطيني. فهنا بي 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 لان هو عارف ان في حاليا في نوع من الشده، ما نقدرش نقول جفوه، شده ما بين مصر والفتح بالذات، ولكن هو بيثير هذا يعني في ظل اثاره الزوابع، لان هو حس في اسرائيل ان مطلبه مرفوض بالأغلبية دول العالم وخاصة أوروبا على إطلاقها بما فيها روسيا والاتحاد الأوروبي، وإن حتى المندوبة الأمريكية كيلي في الأمم المتحدة
حاولت تصحح اللي قاله الرئيس ترامب، وقالت ان احنا مين قال ان احنا تخلينا عن حل الدولتين، احنا ما زلنا عند موقفنا من حل الدولتين، ولكن انا بنطرح افكار من خارج الصندوق ربما تؤدي الى نوع من الاقتراب. طبعا تبرير يعني دبلوماسي، ولكن بيدي معنى، بيدي معنى اخر الإدارة الأمريكية. طيب. لا بيدي معنى ان الإدارة الأمريكية ادركت فعلا ان هذه قضية حساسة، وانها ممكن انها تقلب الموقف رأسا على عقب في الشرق الأوسط. اكيد يا فندم، تحياتي لحضرتك معالي السفير رخا احمد حسن.